احنا عندنا كم نوع من القوة الدفع المستحسة في ملف الدينامو؟ كم نوع؟ القوة الدفع المستحسة في ملف الدينامو لما يدور. تمام. القوة الدفع اللحظية، قوة الدفع العظمى، القوة الدفع المتوسطة، القوة الدفع الفعالة. تمام. كويس. يعني في قفض الكف عظمى؟ في عظمى. في لحظية. لحظية. في متوسطة. في فعالة. ولازم يميز بين دول، وكل واحدة ولها قانون. يبقى احنا نخش له على حاجة جميلة اسمها ايه؟ ملخص مسائل الدينامو. كويس. عشان نعرفه بقى مين هي القوة الدفع المستحسة. انا هبدأ بكلمة، لو طلب قاف دال كاف خلال الدوران، هل هذا له معنى؟ قاف دال كاف اللحظية خلال هذا الدوران. هنجيب له بقى ابتدى يدور، يبقى خلال الدوران القوة الدفعة بتتغير ولا بتتغيرش؟ بتتغير. بتتغير من صفر قيمة عظمى ثم للصفر، ثم في الاتجاه السالب لقيمة عظمى ثم للصفر مرة تانية. تمام. يعني هل هناك طريقة أنا أقدر أقول لهم عليها بسيطة عشان يحل بها المسألة؟ لو قال له قفض الكاف خلال الدوران. لو طلب قفض الكاف خلال الدوران، بنجيب الفيض قبل الدوران، ونجيب الفيض بعد الدوران، ونجيب دلتا فاي، تمام، ونجيب دلتا تي، ونطبق له قانون فاراداي. تيجي نتناقش انا وانت كده في حاجه جميله قدامهم. لو طلب قفض الكاف خلال، طلب خلال ربع دوره من الراس، هي كلمة خلال الربع دورة بيحسبها قاف دال كاف المتوسطة. شكراً. خلال هذا الربع دورة. شكراً. يبقى دي نسميها المتوسطة. وهو الأربع قيم مهمين جداً. تمام. أولاً المتوسطة بقت قانون فاراداي الأول. شكراً. اللي هي ناقص إن دلتا فاي على دلتا تي. تمام. يعني أنت بقى لو طلبت مني قاف دال كاف، صدق الحب عارفها قبل ما أروح الامتحان. بجد. وتصدقني بص تحدي والله العظيم يا ابني تبقى عارفها قبل انت بقى ما تروح الامتحان. لو طلب قفض الكف المتوسطه خلال. او قفض الكف متوسطه او الاثنين معنى واحد. يبقى لو بحل مساله وقال لي قفض الكف خلال الدوران او قفض الكف المتوسطه، هنعمل هكذا، نجيب الفيض قبل الدوران، نجيب الفيض بعد الدوران، نجيب دلتا فاي، هنجيب دلتا تي، هنطبق قانون فاراداي قفض الكف المستحسه ان دلتا اعلى دلتا في. كويس. تيجي ناخد لهم مثال بقى، لو طلب استاذ احمد الاول قفض الكاف خلال ربع دوره من الراس. ربع دوره كان الاول وضع الملف ايه؟ رأس. اصبح ايه؟ يبقى رأس. صفر. يعني كان الفيض بكام؟ صفر. بصفر. بقى موازي الفيض بقى بكام؟ هنسمي ان بي ايه على طول استاذ احمد. بي ايه. ماشي. او ان بي ايه اللي هي ان اللي ان ان بي ايه كلها مره واحده. ماشي. هنعلمهم حاجه حلوه. ان بي ايه هيطلع هنا عدد وهنا عدد، هتجيب لي بقى انت دلتا فاي التغير. تمام. هيطلع هو ان اولا ناقص ثانيا هيطلع هو الفيض ان بي اي. تمام كده. كويس. خلي بالكم معايا، هو طلب قاف دال كاف المتوسطه او قاف دال كاف خلال الدوره. خلال. انا بقى وانا ماشي في الشارع بعد امتحان الثانويه العامه والطلبه طالعه من لجنه، هنقول له حبيبي الغالي وريني ورقه الاسئله، لقيته جايب له مساله على الدينامو، لقيت الواد الشاطر ده حاطط خط تحت كلمه ايه؟ المتوسطه. خلال. او خلال أو كلمه المتوسطه. دول مهمين جدا. اسلم عليه اقول له برافو عليك، طب الخط الثاني يحطه فين؟ من الوضع الفلاني. يبقى انا عايز تحت ورقه الاسئله بتاعته خطين تحت كلمتين، كلمه خلال او تنوب عنها كلمتين، المتوسطه ومين الوضع. يبقى انا حاطط خط تحت خلال وخط من الوضع الراسي. الفيض في الراس قلت لي صفر، هيدور ربع دوره من الراس يبقى افقي. بقى الفيض قيمه عظمى ان بي ايه. انا عاوز التغير، يبقى دلتا فاي ان بي ايه. طب هات لي بقى دلتا تي. الله. لا لا لا، ده مهمه جدا. دلتا تي بقى ديت، حاضر استاذ احمد، حاضر. دلتا تي يا استاذ احمد ملهاش علاقه بثانويه عامه، لها علاقه بانه طالب جميل. طالب سلس. نفسيته حلوه، يسمع عن حاجه اسمها ايه؟ الزمن الدوري. تردد الزمن الدوري. من هو الزمن الدوري؟ هو الزمن اللازم لعمل دوره. طب ده ربع دوره،
يبقى ده يمثل قد ايه؟ ربع الزمن الدوري. خلاص يبقى دلتا تي دي اللي هو زمن ربع دوره يكتب ربع في الزمن الدوري. الله، هو الدينامو في زمن دوري؟ عن طريق مين؟ تردد. عن طريق التردد اللي هو اف. تمام، ممتاز يا استاذ احمد. طب ايه العلاقه بين الزمن الدوري وبين التردد يا رجاله؟ الزمن الدوري مقلوب التردد. يبقى انا هكتب ربع في واحد على اف، ايه الصعوبه في كده؟ ولا حاجه. بقى الزمن ربع دوره واحد على فور اف. الله يا عم، ده انا شاطر اهو. ده انا عندي بقى دلتا فاي بان بايه؟ الفضول كل بقى. الفضول كل. وعندي الزمن واحد على فور اف. طب ما تطبق لي قانون فاراداي، اي ام اف هو سالب الفيض دلتا فاي على دلتا تي. بقت السالب حطيتها مش مهم، مش مهم الناتج. بقت ان بي اي على واحد على اربعة اف. طلع الاربعة اف فوق. شكرا. فور ان بي اف. بس تصدق بقى، انا ممكن بقى بيتنا بقى بصراحة بقى، لو انا عايز ابقى شاطر بقى واجيب بقى درجات وما اقعدش بقى ايه اتلكك، محدش يزعل مني بقى منكم، انا همسك الورقة دي يا استاذ احمد كده، خلي بالك قبل ما انام النهاردة، قبل ما انام هعمل ورقة دي كده. تمام، هيطلع لي كام ربع يا استاذ احمد؟ اربعة. تمام، فاربعة يبقوا كام؟ واحد صحيح. يبقوا تمانية. اربعة ايه؟ اربعة، اربعة تربع. اربعة تربع. واحد. تمام، هكتب هنا قاف دال كاف خلال ربع من رأسي. في وشها الربع من الوضع الأفقي. الافقي وقارنهم ببعض. هعمل لهم واحدة والباقي هم تكملوه. قاف دال كاف خلال ربع من رأسي. خلال ربع من الافق، ادي اتنين. خلال الربع، خلال نص، نص دورة من رأسي، وخلال نص من دورة من الأفق، وكلهم ببعض. يقلب خلال الربع تاني تلات أرباع دورة من الرأسي، تلات أرباع دورة من الأفق كده، دورة كاملة. خلال نص بقى ولا هتجيب دورة كاملة؟ أستاذ الفاضل، ربع من رأسي في وش ربع من الأفقي، أدي اتنين. تحتها نص من رأسي ونص من الأفقي، صح كده؟ يقلب تلات أرباع من رأسي، تلات أرباع من الأفقي، دورة كاملة من رأسي، دورة كاملة من الأفقي، هيلاقي نفسه جابهم كلهم بقى. اذا هي لها كم حاله؟ تمانية. سواء انا وانت بقى، قاف دال كاف خلال ربع دوره من رأسي. الاول من راسي، وربع دوره من الافق. شكرا، ادي اتنين. فهمتني يا استاذ احمد؟ طب بعدها بص بقى، قاف دال كاف خلال نص دوره من الراسي ونص من الافق. شكرا، بعده بقوا اربعه. بقوا اربعه. طيب بعدها بقى، قاف دال كاف خلال تلات اربع دوره، تلات اربع دوره من راسي، تلات اربع دوره من الافق، بقوا سته. سته. تمام، بعدها بقى قاف دال كاف خلال دوره كامله من راسي، دوره كامله من الافق، بقوا كام؟ تمانيه. صح ولا غلط؟ لا ماشي. امانه ربنا عليك، لو حط الامتحان هيجيب واحد غير دول؟ لا، اي خلال، اي خلال ما يزيدش عن كده، استحيل. يبقى احنا بقى مش عايزين حجج بقى واصل وما هوش اصل. تمام، احنا جبنا لهم استاذ الفاضل، جبنا لهم في الورقه دي قاف دال كاف خلال ربع دوره من راسي. عايزين نجيب لهم خلال برضه استاذ الفاضل ربع من الافقي. من الافقي ديكا كانت ربع منين؟ من راسي. عايز اجيب ربع من الافقي. قد بعض ولا مش قد بعض؟ هتجيب الفيض قبل الدوران. قول يا استاذ احمد، كان في الوضع الافقي. تمام. كان قيمه عظمى. تمام. كان بي ايه؟ ان بي ايه او بي ايه؟ انا حق الاثنين صح على فكره. ان بي ايه. تمام، في الوضع الراسي بقى صفر، هيدور ربع من الافق يصبح ايه؟ يصبح صفر. شكرا، يبقى الفيض الثاني بساوي صفر. التغير هو 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 هو. ان بي ايه. تمام كويس. تمام. طيب بقى دلتا تي اعتقد هو هو نفس الربع، يبقى ربع في مقلوب التردد. طلعت يا ولاد وفقا لقانون فاراداي ان بي اي على واحد على فور اف، تطلع بقت هي نفس فور اف. هي هي ولا مش هي هي؟ هو ببساطه خالص انا بقول له احسب قاف دال كاف المتوسطه خلال ربع دوره، سواء من الوضع الافقي او من الوضع الراسي. الافق كان بي اي ناقص صفر، او الراسي صفر ناقص بي اي، التغير هو ان بي اي، سواء من الوضع الافقي للراسي او من الوضع الراسي للافقي. طالما ربع دوره التغير فيها بيساوي ان بي اي. تمام، على طول واحل على طول. قاف دال كاف المتوسطه خلال ربع دوره سواء من الراسي او من الافقي مقدارا ثابتا. لماذا ثابت؟ لان التغير في الفيض في الحالتين متساويا. وقدره ان بي ايه وزمن ربع دوره ثابتا. كويس، فتحنا لهم سكه بقى. سكه. طب هراك بقى، لو طلب قاف دال كاف خلال
نص دورة من الرأسي، من أي وضع؟ من الرأسي. في النص دورة من الوضع الرأسي كان الفيض كام؟ صفر. تمام. دور نص دورة من الرأسي، دور نص دورة يرجع بقى الفيض ايه؟ رأسي صفر. بقى رأسي صفر. تمام. التغير صفر. صفر. يبقى قاف دال كاف ديت صفر. طب قاف دال كاف خلال أيوة. نص دورة من الأفقي، من الأفقي. تمام. كان الأفقي كان قيمة عظمى. تمام. كان قيمتها كام اللي أنا مش عارفها؟ بي اي ان، نضرب ان. يبقى في واحد. تمام استاذ احمد. ان بي ايه. بص استاذ الفاضل، احنا دلوقتي بنجيب قاف دال كاف خلال نص دوره من الافقي، من الافقي، عشان ما حدش يقول من الافقي نص. ايوه. قول استاذ احمد. الافقي في الاول كان ان بي ايه. طب لما يرجع يدور نص دوره من الافقي بقى سالب ان بي ايه. طب استنى بس اسالك سؤال. هو بقى افقي هو ولا افقي تاني؟ افقي تاني بس اتغير، بقى سالب، بقى الاتجاه، لان الفيض كميه متجهه. تمام. يبقى لها وضع تاني سالب، اصبح سالب ان بي اي. الله. يبقى التغير بقى، اوبا، ده هيبقى بقى سالب سالب، بقى سالب موجب. سالب بقى موجب، بقى تو. أيوة. ان بي اي. والزمن بقى هنا، استنى بقى. الزمن مش انت اللي عرفتها لي؟ قلت لي زمن الدوري، الزمن اللي لازم نعمل دوره. أيوة. طب انت عملت ايه؟ نص دوره. يبقى دلتا تي ده نص الزمن الدوري. كويس. يعني نص مقلوب التردد. حلو. هيطلع فوق بقى، تعبان، نطلع نطبق قانون فاراداي. ايوه. بقى تو ان بي اي في على واحد، تطلع على فوق. تطلع فوق باتنين، بقى تو اف، بقى فور. الله الله. قد بعض. الله. اذا طلعت متوسط قاف دال كاف في ربع دوره تساوي متوسطه في نص دوره. انت عارف ليه؟ لان التغير، تغير خلال نص دورة هو نفسه معدل. حاضر تغير. حاضر. هو ضعف التغير في الفيض خلال ربع دورة، بس ولكن الزمن زمن نصف دورة ضعف زمن ربع دورة. يبقى فالزيادة في التغير في الفيض قابلها نفس الزيادة في الزمن، فأصبحت قيمة ثابتة. يبقى لو قال لي علل معدل ليه القوة الدفع المتوسطة في ربع دورة تساوي القوة الدفع المتوسطة خلال نص دورة. تمام. نجاوب له ببساطة خالص، لأن أنا ضربت فوق في اثنين وتحت في اثنين. يبقى نقول له عطول لأن معدل تغير الفيض في ربع دورة يساوي معدل تغير الفيض في نص دورة، تبقى الإجابة كاملة كده.